will parade your cold body from every corner of every realm. عاملين ايه يا جماعه؟ اتمنى تكونوا بخير. طبعا ظهر صور كتير جدا من الجيم بلاي بتاع اللعبه، بيظهر قد ايه الجرافيك خيال ومنتهى التفاصيل. لا وبيظهر قد ايه كمان العروض اللي فاتت كانت ظلمه جدا للعبه. ايه ده؟ ايه كميه التفاصيل الخرافيه دي؟ طبعا انتم عارفين ان ناس كتير وصل لهم نسخه تجريبيه للعبه. الحقيقه لو كنت اعرف اتواصل مع سوني كنت اتوصلت وجربت لكم اللعبه يوم 3 نوفمبر، بس ما علينا، خلينا نستمتع ونحلل اللعبه من دلوقتي. الصور اللي ظهرت بجد خياليه، ايه الجمال ده؟ خصوصا الصوره الكيوت دي، انت تحس كده منظر الذئاب فيها خرافي. من اكتر طبعا الاشياء اللي بتحمس ليها داخل الالعاب لما بتكون في وسط التلج وكده يعني هي الذئاب او الوحوش اللي بتكون داخل اللعبه. فبجد اول مره اشوف تصميم للذئاب بالشكل الجميل دوت، تحس كده ان اللعبه معموله على شرف سكول وهاتي وابوهم فينرير. يا جدعان اللعبه بجد جامده. المهم ان باقي الصور كلها مبهجه، حاجه كده تدخل عليك السرور والفرحه لقلبك. التطوير دايما بيفرح القلب طبعا، زي ما شفنا كمان مع تطوير العظمه سايلنت هيل وشفنا العروض الجديده بتاعتها. بجد متحمس جدا للتجربه المرعبه بتاعتها. فلو عايزيننا نبقى نتكلم عن العاب مرعبه فاكتبوا لي في الكومنتس تحت. المهم ان في جاد اوف 4 في تطوير بشكل ملحوظ رهيب جدا بالنسبه للاعداء. حسب كلام جيم انفورمر فالاعداء كتير جدا حوالين العالم ومتنوعين كمان، على عكس الجزء السابق اللي كان حرفيا بيخلو من الحياه ومن تنوع وكثره الاعداء فيه. وانه خلال لعبه لمده 5 ساعات متواصله للعبه حارب اعداء كتير جدا ومختلفين عن بعض، وواجه كمان زعماء اكتر منهم، وده كله خلال لعبه للمره الاولى بس للعبه. خلينا متفقين اننا على هتاب عظمه. اما دلوقتي خلينا نتكلم عن نظرياتكم وتحليلاتكم اللي بجد كتير منها منطقي، وخصوصا بعد الصوره دي. من الواضح يا شباب كده ان فعلا ثور في منتهى القوه والغضب، وهيقدر انه يسيطر على كريتوس، لدرجه ان في الصوره موضحه ان كريتوس ما معهوش الليفايزن بتاعته، تقريبا كده الثور بعدها عنه. والصوره موضحه كمان ضغط الثور على كريتوس، ومع ذلك كريتوس مستحمل كل الغضب بتاعه. فعلا شكل الثور اخيرا هيواجه خصم جدير بيه، ولكن للاسف نظرياتكم بتوحي لموت كريتوس بالمعركه دي. اعتقد كده كلنا اتاكدنا انها بالبدايه. فخلينا نخش على النظريات والتحليلات الجامده بتاعتكم ونشوفها موديانا على فين. ليتس جو. اول نظريه شايفها منطقيه جدا وهي من متابع اسمه الديمون، ان اتريوس مصدوم جدا في اللقطه دي وبيقول انت شكله كده والله اعلم انه كريتوس دخل فايت مع ثور وثور موته. وبعد موت كريتوس طبعا اودن زار اتريوس عشان يهديه طبعا، فاهم انت، ويخش عليه بالحاجات دي. بعدها كريتوس طلع من الجحيم ورجع لبيته تاني، واتريوس اتصدم لما شافه واستغرب انه رجع، ورجع ازاي اصلا؟ بص، اولا نظريتك منطقيه جدا، شكله كده كريتوس هيموت بالنزال الاول وهيرجع تاني، ولكن مش ده المهم، كلنا عارفين ان كريتوس سهل يرجع من الموت، خصوصا لو بالبدايه، ولكن المهم ان هل نظريتك صحيحه ولا لا؟ بص، تحليلي ان نظريتك منطقيه جدا، اولا لان اتريوس شكله جاي من بره البيت فعلا، وكريتوس استناه بالبيت لما رجع حسب نظريتك، وتاني شيء ان اتريوس ماسك في ايده ميمير، فده تاني شيء بيوحي انك صح، لان كريتوس بمعركه ثور ما معهوش ميمير ولا حتى معاه البليدز، وبرده بالمشهد هنا ما معهوش البليدز، فوارد جدا ان نظريتك صح. وخد تحليل مني تاني على نظريتك، ان لو الموضوع مشي بالشكل ده فاكيد ده السبب اللي هيخلي كريتوس ياخد اتريوس ويمشي من بيتهم ويخيمه بالجبل، خوفا من الحرب ومن عوده ثور تاني. الحرب ليست الطريقه الوحيده. تاني نظرية من حسن بيقول لك إن نظريتي بعنوان نهاية العمالقة، يقصد الجزء السابق، وبيقول إن كلنا شفنا العمالقة كلهم ميتين داخل عالمهم من نهاية الجزء الرابع، ولكن خلال إعلان راجناروك ظهرت أنجربودا، وده إثبات إن مش كل العمالقة ماتوا لأن أنجربودا من العمالقة. فنظريته بتقول إن أكيد باقي العمالقة اختبأوا بعالم تاني زي فانهايم أو كده يعني، أو مثلا إن في رمادها سحري وطلبها بإلقاء الرماد بتاعها بيوتنهايم لغرض إعادة العمالقة للحياة تاني. بص، رماد فيه سحري أو مش سحري، النقطة دي فيها لعب كتير جدا، فخلينا منها، ولكن بالنسبة للنقطة الأولى هل مازال فيه عمالقة ولا لأ وموجودين فين؟ ممكن عالم يوتنهايم ما بانش بالجزء السابق بشكل كامل، أصل معلش الطريقة اللي وصلنا بيها لعالم يوتنهايم مش اللي هي صعبة يعني، وتير أكيد خبى العالم ده بمنتهى الحرفة، ولكن اللي وصل ليه كريتوس وأتريوس ده مجرد البوابة للعالم ده، وأكيد في خبايا لسه هنكتشفها جوه يوتنهايم. وده ليه؟ لأن احنا هنزور العوالم التسعة كلها بالجزء الجاي بما فيهم يوتنهايم، وزي ما شفنا بالجزء السابق العالم كان مجرد بوابة وشوية عمالقة ميتين يعني، فأكيد هنشوف عمالقة بالجزء القادم بشكل كبير جدا. بالنسبة للنظرية الثالثة ودي كانت مني أنا،
وهي في حالة ان التسريب طلع حقيقي واللعبة طلعت قصيرة ومدتها 20 ساعة فقط. والنظرية كانت بتقول ان لو المطورين كذابين اكيد مفيش حرب الراجناروك واللي هتضم جميع المخلوقات بالعالم الاسكندنافي. ولكن جه كومنت من متابع اسمه هورايزون وقال اللعبة هتكون ضخمة ومستحيل تكون 20 ساعة فقط، وقصده هنا على القصة وانها راح تكون حزينة جدا. رد عليه شخص اسمه في بي ستيشن وقال له واحدة من مصممة المراحل في اللعبة قالت امبارح ان الجيم وصل ل 20 ساعة وده بالنسبة للقصة، وان القصة هتكون جيدة. وقال له كمان ان الملفت للنظر هنا انها قالت ان القصة وصل ل 20 ساعة، يعني اكيد هتكون القصة مكملة لفوق ال 20 ساعة، فاكيد بنسبة كبيرة القصة ما بين 20 ل 30. انت اكتب لي رأيك في الكومنتس تحت، الاهم انهم ما يطلعوش كذابين عشان نشوف الراجناروك. بيس يا مان. ده بقى اعتبره تحليل او تخمين او حتى نظرية. في بي ستيشن بيقولك ان في الفيديو السابق بالدقيقة 6-7 ثواني تير كان محبوس في منطقة تحت الارض في سفيرتلفهايم ارض الاجزام، وان المكان اللي شفنا فيه تير قريب من شكل المغارة، يقصد يعني انها تشبه ارض الاجزام. وقال كمان ان محاربات الفالكري جايين عن طريق ضوء بايفروست. مش عارف علاقة فالكري بمكان تير، بس خلينا نكمل. قال لك النقطة المهمة بقى ان في جوتنر اوديشن كوليكتر اللي استعرضها لنا رايان مؤدي شخصية ثور كان في خريطة لشجرة العالم يقدر زال، وظهرت فيها سفيرتلفهايم، ومن تحت الخريطة ظهر كهف وبنفس التصميم اللي شفنا فيه تير. وياريت تشوف المقطع وتقول لي رأيك. انا رديت وقلت له هشوف المقطع، ولكن انا شفته من اول يوم نزل فيه، ولكن بصيت بشكل ادق على الخريطة دلوقتي. بص، المكان اللي انت بتتكلم عليه تحت الشجرة وكمان اللي فوق الشجرة بيعيش فيه نوعين من المخلوقات، ودي هي المتعة الكبيرة. ركز معايا، من كتر ما كنت بقرا في الميثولوجيا الاسكندنافيه وبحبها جدا، قرات في مره ان في تحت الشجره تقريبا ثعبان، ولا مش يورمنجاندا، واما بالنسبه للمخلوق اللي فوق الشجره فده طائر. المهم ان في حاجتين يخلوني ويخلوك غصب عنك تتحمس. اول شيء وهو ان لو المخلوقات دي موجوده فعلا يبقى هتكون على شكل وحوش ضخمه وهنواجهها. وتاني شيء وده ذكرته في فيديو سابق وهسيبه لك فوق في الاي، قلت ان اكيد هنزور بعيدا عن العوالم التسعه اماكن مختلفة زي جونجا جاب اللي شفنا فيه الفالكري، فده ممكن يكون شيء مؤكد لوجود اماكن اخرى زي تحت الشجرة ياغدرازال وباعلى الشجرة كمان. في شيء كمان نسيت اقوله، ان الثعبان اللي تحت الشجرة والطائر اللي فوق الشجرة في مخلوق اخر بيفضل طالع نازل على الشجرة بيمدهم بالمعلومات اللي بتحصل بكل العوالم، والمخلوق ده الصراحة انا ناسي اسمه، ولكن شكله يشبه السنجاب. فاتمنى يكون في مخلوقات ضخمه وغريبه جدا بالجزء القادم. فقول لي رايك في الكومنتس، تفتكر في مخلوقات فعلا غريبه هنقابلها في العالم ده، ولا مش هياخدوا حاجه من الحضاره الاسكندنافيه؟ قول لي في الكومنتس تحت. رامي بيقول لك ان في الفيديو اللي فات قلت ان كان في مشاهد بتورينا الفرق ما بين الجزء اللي فات والجديد من حيث الاختلاف بسبب التلج وقدوم الفين بالوينتر، وقال لي في الكومنتس بتاعه ان المكان اللي قلت عليه اللي هو ده مكان التقاء ثور وكريتوس، وبيقول لي لو ركزت فوق الجبل هتلاحظ وجود يورمنجاندر. انا لاحظت يورمنجاندر يا رامي من اول ما شفت العرض اصلا، بس نسيت اتكلم عنه. اللي استنتجته من وجود يورمنجاندر اولا ان كريتوس في المشاهد دي كلها يعتبر ببدايه الجيم، يعني لسه ما فيش اي معارك ولا اي موت حصل لاي حد، خصوصا ان معاه البليدز كمان. فلو يورمنجاندر هيموت في الجيم او في لقاء ثور يعني، اكيد طبعا المشهد ده قبل مقابله ثور، ولكن دي طبعا جيم ويورمنجاندر دوره اساسي فيها، واكيد هيكون ليه وجود بالمعارك كلها. فانت قول لي في الكومنتس تحت، تفتكر ان يورمنجاندر دخل في حاله ثبات واللي هو نايم، ولا هيصحى تاني ويدخل معارك وكده؟ قول لي رايك في الكومنتس تحت. صاحب النظريه دي بيقول ان المشهد اللي ظهر فيه اتريوس مصدوم اكيد بسبب ان اودين عرفه حقيقه ابوه كريتوس وانه قتل عائلته بالاغريق، والهدف كده تدمير العلاقه ما بين كريتوس واتريوس. وكمان من ضمن اهداف اودين انه يعمل حرب نفسيه على كريتوس بدل ما تكون بسلاح. بص انت عندك حق، لان اودين مخادع وعارف قدر كريتوس جدا، فممكن يلعب على وتر العائله والكلام ده يتخابس معاه يعني. ولكن كريتوس حكى لاتريوس كل شيء بالجزء السابق، وعارف ان كريتوس ما قالش انه موت عائلته، لكن ذكر انه موت اشخاص ما يستحقوش الموت. فمستبعد النظريه دي تماما، لان اتريوس لما شاف ابوه كان معاه ميمير وكريتوس ما معهوش البليدز، فاول نظريه منطقيه جدا ان كريتوس ممكن يكون مات ورجع تاني. بالمناسبه صح، عايز اوريكم حاجه وتقولوا لي رايكم فيها في الكومنتس تحت. يا جدعان بص الواد اتريوس بيبص ازاي وابوه بيضرب زيوس. لو ركزت شويه هتلاقي ان عين اتريوس رايحه لزيوس ورايحه لكريتوس، ولما كريتوس بيقول له انت شفت حاجه قال له ده مش وقته، بص وراك ووقع على المعبد.
وخلال ما هما ماشيين بعد ما عدوا من غرفة أودين بدأ كريتوس انه يتكلم مع أتروس تاني على اللي شافه على السفينة وقال له انك شفتني مع شخص ما على السفينة. الواد اتخابس ورد وقال له لا ما شفتش حدا. صح. I didn't see anything. You did not see me with someone. An old man. What old man? بص للمشهد هتحس حتى ان كريتوس زي ما تقول كده اتصدم او حس ان أتريس غريب في رده. لا ومش بس كده، في اخر مشهد لما واجهه بالدر وقتله كريتوس حكى لابنه كل حاجه وقال له عن شخصيته وان قتل ابوه. تخيل رد أتريس كان ايه. I killed my father. That was your father in hell. أتريس رد عليه وقال له ده يبقى ابوك اللي زهر بهل يا خبيث، اللي هو انت بمنتهى الخبث، يعني انت قلت هناك ان انت ما شفتش حاجه اصلا. فانت قول لي رايك في الكومنتس تحت، تفتكر انه بيتخابس فعلا ولا ايه؟ بص انا هستنى نظرياتكم كلكم في النقطه دي، انا مش هقول اي نظريات دلوقتي ولا حتى اقول نظريتي ولا ممكن اقولها لكم في اخر النظريه دي. لو ركزتوا في مواجهه ثور وكريتوس باول اعلان ظهر ان الثور عليه دم ولكن كريتوس ما فيش اي خدش فيه، والاغرب من كده ظهور الصوره الجديده دي وفيها الدم موجود بشكل ملحوظ على الثور. ممكن ان ده الدم يورمنجاندر مثلا ومات، ولكن انا في رايي ان يورمنجاندر لو هيعمل دم هيعمل بحر دم مش شويه الدم اللي على ايده دي. بس في ناس ثانيه هتطلع وتقول لك ان ده ممكن يكون دم أتريس، ولكن ده مستبعد لانه ضد اول نظريه. فانا شايف من الاخر كده ان ممكن يطلع ولا يورمنجاندر ولا حتى أتريس، وممكن يكون دم الثور او كريتوس، لان لو فاكرين شفنا بمواجهه كريتوس وبالدر كان الدم بيغرق ايد الاثنين واجسامهم كمان، وكان في مشاهد من داخل الفايت ما بين بالدر وكريتوس تحسها سينمائيه داخل الفايت نفسه. فبالنسبه لثور وكريتوس نفس حوار بالدر، ده فايت ما بينهم فعلي مش مشهد سينماتيك، واكيد ده دم حد فيهم لان بجد ما اتمناش انه يكون أتريس ولا اي حد تاني. فانت قول لي رايك ايه في الكومنتس تحت. وبس كده يا جماعه، بجد نظراتكم جميله جدا وكتيره، فممكن نحللها قدام شويه، ولكن بس عشان انا مضغوط شويه فما اعرفش انزل فيديوهات على طول. وبس كده اتمنى بجد الفيديو يكون عجبكم، ما توقفوش نظراتكم ولا تحليلاتكم، ولكن حاولوا تقولوا نظريات بره الصندوق وجديده لان العالم ده كبير جدا. تخيل مثلا مواجهه اودين لاي شخص تاني باللعبه، الحاجات زي كده يعني. وبس كده اتمنى بجد الفيديو يكون عجبكم واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.